السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ريم. إن شاء الله تكونوا طيبين. زي ما انتم شايفين اليوم كتغيير جبتكم في السيارة، حاخدكم في رحلة تسوق. القصة ما فيها انه طلبت ملابس للعيد أونلاين ووصلت، ونص بضاعة ما وصلت، وفي أشياء كنت بطلبها وما طلبتها وتأخرت، فمضطرة الآن أروح في جولة تسوق سريعة كذا بس خطفية، أخذ أي شيء عشان بس صورة، ترى لأنه الواحد في العيد الآن ما يقدر يزور ولا يروح ولا يجي. فالهدف من اللبس إنه كسوة العيد وفي نفس الوقت ناخذ صورة تذكارية فقط، هذا هو. فإلى الآن والله ما أدري إيش راح أشتري، ولكن راح أخذكم معايا في الجولة هذه. وحابة أسألكم، ما لاحظتوا وصلنا 500,000 مشترك يا جماعة؟ يعطيكم ألف عافية، وكله بفضل الله سبحانه وتعالى، ربي لك الحمد. ثم أنتوا يا والله ما تصوروا قد إيش أنا مبسوطة وحاسة كذا إنه سعادتي ترى من ثقتكم فينا ودعمكم اللامتناهي. تسلموا، وإن شاء الله ربي قدرنا ونعمل أشياء أفضل، وإن شاء الله بتشوفوا بعد العيد أشياء كذا حماسية. فاليوم بعد ما نطلع شوفوا كيف شعري يا جماعة، يا جماعة مستعدين للعيد ولا لا؟ قولولي. فيلا خلونا نروح. حاب أسألكم شو أخبار تختيم القرآن؟ خلاص إحنا في آخر أسبوع من رمضان، إن شاء الله ربي يقدركم ونقدرنا إن شاء الله نختمه في الوقت الصح. شعري كثيرا سأل على العلاج هذا الرغين. العلاج الرغين هذا العلاج الوحيد اللي نبت لي شعري. استخدمت زيوت، استخدمت أشياء كثيرة ما تتخيلوها، لدرجة حسيت أني كأني قاعدة أسوي سحر يعني عشان أطلع بس شعر، ولكن ما نفعني شيء ولا طلع لي شعر غير الرغين. هذا ما يعني هو الحل الوحيد، هو الحل الموضعي الوحيد في حالتي أنا. طيب ولكن لو تسألوني هل تفضلين زراعة شعر أو رغين، أنا أقول زراعة شعر. زراعة شعر بدون أي نقاش، لأنه صراحة علاج الرغين صح بيطلع الشعر، بس مجرد ما توقفوه خلاص طاح الشعر كله. شيء ثاني أنه أنا في حالتي بصراحة من الأعراض الجانبية اللي حصلت لي بسبب الدواء هذا، مرة صداع رهيب لدرجة عيني ما أحس، ما أقدر أفتحها. وغير كذا نوعية الشعر اللي تطلع مش نفس نوعية شعركم، فزي ما انتم شايفين الشعر كذا زي المنكوش. تسألوني ليش يا ريم تسوي كذا؟ والله اسوي كذا عشان شعري نافش من الدواء. ما تعرفوا قد ايش حطيت زيت في شعري، شوفوا حمليته زيت، حطيت الزيت اللي هو يقي من الحرارة، وحطيت زيت بعد الاستشوار، وحطيت فازلين اليد. هذا فينه؟ فينه؟ اوريكم، بس اوريكم ايش حطيت في شعري، انتوا ما تشوفوا ما تعرفوا. ها هذا زي الفازلين. طيب حطيت في يدي، سويت كذا واجمع شعري واسوي بو كذا في نهاية الشعر، ويطلع حلو في البداية، بس استنوا شوية كذا ربع ساعة بينج الشعر رجع زي ما هو. فيا هذا حل مؤقت، جربوا ممكن ينفع للناس اللي ما يستخدموا روجين، بس جربوها، هذه هاك للعيد. طيب واو شايفتهم فاتحين وكلش طبيعي، شايفين يا ناس؟ يا I just hate الكمامات هذه. طبعا شنطتي ما تخليت عنها لسه، بقطعها. هذا هو السانيتايزر معايا everywhere، ولما ارجع انظف يدي والدركسون وكل شيء والكاميرا وافري سينك. فيلا بينا. طيب وصلنا، والله كلش طبيعي. الشنطة هذه جدا جميلة صراحة، حلوة للفيكيشن. الفساتين كلها ورود، طالع الحين ورود، ملابس كلش ورود ومقلم. حبيت اوريكم الصيدلية هذه اسمها رايت ايد، وعند السي في اس برضو عندهم زي المخيمات، شوفوا كيف زي كذا تجون ويسووا لكم الاختبار الفيروس. ترى شايفين يا جماعة احنا ما عندنا شيء مخبيه، هذه هي البلوزة اللي اشتريتها للعيد. كذا الكم ترفعوه
بهذا الشكل، اللي يحب يشمر يشمر، اللي يحبها نازله كذا نازله، فتلبسوها على جينز او على بنطلون اسود it works. مره حلوه عجبتني، مره خفيفه ناعمه قطن، كمانها كذا شيك، 7 very cute. كان سعرها ب 25 دولار، وبرضه هنا فيها حزام زي ما انتم شايفين تشدوه على حسب يعني تخبي فضايح رمضان. انا كان وزني 115 صار 120 الحين، ف don't even look. سو الان حابه اقول لكم انه عمتي قررت انها تسوي لكم حاله كذا مزيون تركي للعيد. سو اليوم راح نسوي البقلاوه التركيه، رايت؟ right? اوكي خلوني اغير لبس العيد عشان لا يخرب وبرجع لكم. ريدي؟ جيم فلاور. اوكي طلباتك اوامر. اوامر. يس بقلاوة. اوكي فلاور. عشان الحجر، شوفوا عشان الواحد ما يخرج لازم يجيب دقيق قد كذا. في ناس يجيبوا اكثر انا عارفه، بس احنا بالنسبه لنا هذا شيء كثير. فحتسوي مقادير تكفي بس الصينيه الصغيره هذه. سو سولت، بينش اوف سولت، شويه سولت، مو يا ليتل بيت، وكوبين دقيق. ناو بوت ايجز، half oil. Half a cup oil. Oil, put it oil, okay. Yeah. And one egg. I think we put a lot of oil. What? محاولة فاشلة جاية بسوي أكسر البيضة بيد واحدة يعني قال لك. ملعقات حلا baking powder. Baking powder. Yes. طيب دفينا الحليب شوية بس على أساس يكون درجة حرارة الغرفة ما يكون مرة حار، ترى الموية أو الحليب الحار يعدم الخميرة، فانتبهوا من الشغلة. Nice, soft now. شايفين كيف شكلها؟ فنسيبها ترتاح لمدة نص ساعة ونرجع لكم. دامنا هنا منتظرين العجينة شوية تنفش، قلت أكلمكم على هذا المنتج اسمه فياكتيف، عبارة عن كالسيوم وفيتامين د، مرة ممتاز للعظام، أوكي؟ اللي عظامهم عندهم هشاشة أو عندهم مشاكل في العظام، يعني ضعف في العظام، أنصحكم في هذا، يعني طريقة حلوة في إنكم تاخذوا الكالسيوم بإنكم تاكلوها كأنها شوكليت بدل ما هي حبوب، عرفتوا؟ وبأتمنى منكم في الأول تستشيروا طبيب عشان بس تتأكدوا إذا أنتم تحتاجوا هذا الشيء أو لا. شوفوا كذا شكله. مشكلة لما تدخل البيت الأكلة. Here you go. جوليا جابتك. ما شاء الله ما شاء الله. You finished it? Okay Adam, tell me. عطوني أرقام. 4 plus 4 equals 8. 5 plus 5. It is 10. 5 plus 4. It is 9. 10 plus 10. 20. 10 plus 30. It is 40. 500 plus 100. What? Oh, 600. Good job. 500,000 plus 1 million. Wait. 1,500,000. Ah, give me 5. Oh. Good job. 5. Mashallah. Kulu mashallah. Here, what is this called, Adam? I don't know. Oh, no, you know. Daddy told you. Binocular? Binocular. Look at yourself over there, up there. Come down. Tell me, what do you want to be when you grow? Doctor. Doctor? Why do you want to be a doctor? Because I want to be a doctor so you can be sick. She wants to be a doctor so I can be sick? Say, because I want to save you and make you feel better. Because I want to take care of you. And take care of you whenever you get sick. That's what you say. Why do you want to be a doctor? Because I want to care with you and Sarah. Yes, like that. Shaking? What are your babies?
ففكره نانا انه تحط القعقع هنا ومع الفستق عشان نعرف قد ايش هما. نحطها الان في الفرامه هذه. هو نص انفرم نص لا، بس اتس اوكي. ها يلا 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 من بقلاوة ريما. حاضر يا ماما حاضر. يلا. This. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. This. شكلها لذيذ. Like this. أربعة أقسام. This put it here. حطها هنا ونغطي عليها بالبلاستيكة، وإذا عندكم منشفة حطوا منشفة. أنا ما ناشي فيه في الغسيل. طيب وفي الفرد ترى ما تستخدمون اي دقيق بس نشا، اوكي؟ This very small. Very small. قد هذا المقاس. تعجبني لما تسوي كذا. اوكي؟ Yeah, like this it's easy. Like this. والله ضبطت ها. حبيبين؟ You go over there. So هي راح تفرد هنا وانا راح افرد هناك، اوكي؟ عشان نخلص بسرعه، لان ورانا شوربه وسمبوسه. شكلها حتسوي خمسه وانا لساعي في الاولى. ما شاء الله. ما شاء الله. Like this. Good. Or small. Good. A little bit, but it's okay. It's okay. You first time. It's okay. First time, it's okay. طيب 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 حاضر يا معلم. يا جماعة الخير، بعد ما سوينا 10 طبقات صغيرة راح افردها على مقاس الصينية هذه. راح افردها على مقاس الصينية هذه واحطها. بعدها نسوي 10 زي هذه نحطها فوقها. بعدين نحط الحشوة وبعدها نفس الطريقة 20 طبقة فوق. So, نرجع لكم بعد ما نخلص. هذه هي 20 طبقة. راح احط كذا مكسرات. يا سلام. انتم مش متخيلين معايا قد ايش حيصير طعمها لذيذ، لانها عمل بيت. اي شيء معمول في البيت له طعم ونكهة خاصة. مام، you don't put cinnamon or no, Albania just have. قولوا لي انتوا اللي بيعملوا البقلاوه في بلادكم سواء تركيا او سوريا او لبنان، ايش تحطوا في الحشوه حقتكم؟ تحطوا هيل؟ تحطوا قرفه؟ انا بتهيألي لو نحط قرفه يطلع نكهتها مره خطيره، بس عمتي تقول لا ولا شيء كذا بس بلين. نايس. يو لايك؟ شو وي بوت ا ليتل بيت اور نو؟ بوت ا ليتل بيت. تقولي اوكي. طب حنحط شويه سينامون. Like this. Not too much, no. Yeah, just a little bit. Just for the taste. Just for taste. Now, Dimitri will say, what is this taste? What did you put? نقات نقات. طيب يلا نكمل الآن الدور العلوي. شوفوا نانا. Hi Nana, how are you doing? Good. I'll help you now. Very good. Good, good, good. Are you tired? No. ما شاء الله. So, هنحط هذه آخر شيء، آخر طبقة. والله فردتها لما عضلاتي اتفككت تفكك. Like this? Now like this. Now you cut it. Okay, now cut it. Flour. والله ما تصور قديش الجهد اللي تحطوه عشان تسوي بقلاوة. هذه لو ما زبطت انا ما ادري ايش حسوي بنفسي. صراحة قاعد تقول لي ليه بتسوي لديميتري بقلاوة؟ خلاص سوي له. قلت لها اللي يحبني لا يطلبني بقلاوة. ريما انت تطلبيني معناتك تكرهيني ها؟ Every day make for Dimitri. One month I'll make you, okay? I think Dimitri loves me so much, that's why he no asking for baklava. I swear. لأنه والله العظيم أحس اللي يطلب زوجته بقلاوة كبيرة أحسه يكرهها. خلاص مرة واحدة في السنة في عيد ميلاده بس سوي له بقلاوة. You don't push it, ma? No, push it. You don't push it? So it's... Yeah, push it, then this. We didn't push it down. Huh? No, push it.
No, no, no push it. No. Why? No, just a minute. No push it. What push it? What push it? Look at me. No. Why do you? Push it. نضغطها شوية عشان لا تتفكك تصير تفكك. ريما. This. Yes, like this. This and like this. Like this. Like this. It's circle. Circle. Okay. Mm-hmm. And then the chula cut it in half. Like this. Mm-hmm. Okay. Mm. And then like this. See? No, no, like this every time. Hold on, hold on, mom. No, no, no. Hold on, mom. Hold on. You're like no, 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 no. You are right. You are right. Very nice. Beautiful. نانا قاعدة تحط الزبدة الآن شايفين والفرن شغال جاهز على 250. نانا ايش رايكم في الاكس فاكتور القصة؟ You like the way I cut it, mom? Yeah, nice. نحط الآن الحبيبة. طيب يا جماعة البقلاوة بعد ما تخرج ونحط عليها الشربات لازم نغطيها بالقزير، بس أنا عشان أبغى أتذوقها وعلى أساس نعمل ختام للحلقة فحخرج واحدة الآن زي كذا، المفروض إنها تجلس ليلة كاملة عشان البقلاوة تتشرب السكر، فالحين أنا حاكلها أكيد طعمها ما راح يكون بنفس لذة بكرة. How about you, Nana? You don't want to try? Try you first. طيب يلا يلا بسم الله. It's really good. Wow. Nice. Let it try me. عارفين أتصور لو استنيت لين بكرة طعمها هيطلع برضو ألذ لأنه تحتاج تتشرب الشيرة. ها نانا. Nice. You like? Tomorrow very very nice. More nice. Cold. I know. Okay guys, وكذا جينا على نهاية الفيديو. Please لا تنسوا تعملوا بقلاوة ولايك وشير وسبسكرايب وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم ويلا see you bye bye everybody bye.